مساء جديد يتجدد فيه اللقاء معكم عبر برنامج اسأل القانون واللي نطل فيه عليكم يوميا عبر تلفزيون دولة الكويت. وحلقتنا لليوم استكمالا للحلقات الماضية من موضوع آفة المخدرات، لكن أتوقع صار الوقت اللي نتكلم فيه عن العقوبات اللي نص عليها القانون في موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية. ما في شك، لكن أبو عبد الله بالبداية رحب فيك طبعا، ورحب بالأستاذ أيمان وكل من انضم لنا في اسأل القانون. موضوع المخدرات هو موضوع ذو شجون. يمكن اللي يتابعنا اليوم يقول هل ممكن تحصرون المخدرات في حلقة أو حلقتين وثلاث؟ طبعا لا، هذه آفة العصر نفس ما نعاني فيها أو نعاني منها بالكويت، يعانون منها الإخوان في الخليج العربي، في الدول العربية، بل بالعالم كله. نبي نتكلم عن عقوبة المخدرات. يعني خلي يعرف كل واحد اليوم يفكر انه يتعاطى، فتح الباب للمخدرات اذا ما رأفت المحكمه يعني المحكمه الموقره والقضاة رحمهم بحالك، فتح الباب هي 5 سنوات. يبقى السؤال، هل عندك قدره عشان نشوه مزعومه يضيع من عمرك؟ هذا استعمال شخصي 5 سنوات، ما تكلمنا تتجاوز العقوبات الى ان تنتهي بالاعدام للتجار المخدرات او بحز يعني الحيازه وقصد البيع وكذا وتدمير المجتمع. فالعقوبات تبدأ من 5 سنوات إلى الإعدام، وهذا حال التجار كلها. المشكلة يعني يعني في بعض المدمنين المتعاطين خاصة، يعني نشوف أن دور الأسر بعد ما يعني اليأس من حالة يعني المدمن، فتشوفه يدخل ويطلع يدخل ويطلع. الأصل مع الأسف يعني الأصل أنه هو داخل السجن، والاستثناء إذا رد البيت طالع من السجن، وإذا طلع من السجن خرب وكسر وأذى، والأم تتأذى والأبو يتأذى والأهل والإخوان، كل البيت في أذية وفي أعصاب مع الأسف، يعني بسببك أنت مع الأسف. فأنت يعني قاعد تصير في حياتك عنصر يعني تأزيم وعنصر شؤم، وهم يعني مع الأسف أنا ما شفت أحد يستانسون يفرحون إذا أودعت أنت السجن وأنت رحت السجن. الله يكافيكم الشر. بعض الآباء يدعون على عيالهم عسال الموت. صحيح، الموت هو السجن، فيروح يسعى بدال لا هو يسعى يحط له محامي أنه يطلع ولده يقول يا قاضي سجنه، فكنا من شره، لأن إذا طلع قاعد يطيق ويوتر وممكن حياتنا معرضة للخطر بسبب وجود هذا الإنسان. فالعقوبات وإن كان القانون شدد فيها وخلاها من اختصاص النيابة 5 سنوات و5000 دينار بالنسبة للمتعاطي، والقاضي طبعا عنده حرية في أنه التشديد والتخفيف، لكن طبعا غير التجار معروف أنها عقوبتها الإعدام يعني، لكن في مجال التعاطي صار الأص، احنا مو قاعد نقول انه هو 5 سنوات، قاعد يقعد هو ترى اكثر من 15 20 سنه يمكن يقعد، والسبه انه هو اي خلاص قاعد هناك، هو اصلا انه قاعد هناك. اي للاسف، مع الاسف. دكتور كلامك يذكرني بقصه للاسف انها مؤلمه، يعني الحديث يعني الشيء بالشيء يذكر. هذه أذى العيال وصل حتى حق أب أكاديمي معروف في منطقته ورجل فاضل، الآن هو في السجن بسبب ابنه اللي ما خلى واحد بالفريج ما أذى، ما خلى واحد يمكن بالمنطقة ما أذى، يمكن ما سلم من شره أحد بالكويت، إلى أن بلغ الحال أن يطلع الأب من طوره. وللأسف يعني إحنا ما نشجع هالشيء، ولكن قتل ابنه بمسدس، يعني راح أخذ مسدس ناري وأطلق النار على ابنه اللي طالع من جوفه. فيعني ما في أشد ألم من هالشيء، إن الأبو يذبح ولده اللي مسبب له سوء سمعة، فشلة، إحراج، ما في واحد بالفريج مو متأذي من هالولد الأقشر، الولد المودي الله يرحمه طبعا يتجاوز عنه. ولكن يبقى السؤال عندنا كلنا وعند عيالنا، إلى متى؟ لا متى احنا ننتظر ان انت تكون يعني الضحيه القادمه من ابوك ولا من اخوك ولا من يمكن مجرم ثاني؟ بس لا يمكن الاغرار للاب التصرف يعني طبعا خطا يعني لا خطأ. ما نحث الاباء، لكن شيء مؤلم. انا قاعد اقول يعني شيء يعني يقطع القلب انه يكون رجل شنو اللي حده يعني بالضبط وصل لمرحله وهو رجل يعني بمنصب وبجاه وبعقل بعقل وبرزانه طلع من طوره، يبقى بشر بالنهايه يعني تقطعت به السبل على قولتهم. واحنا طبعا ما نأيد هالفعل ولا نأيد القتل،
القتل، بل الإسلام ما يؤيد القتل، نعم ولا الله، وهي من أكبر الكبائر، نعم أصلا، نعم يعني كل شيء يمكن الله يغفره إلا القتل، نعم لذلك القتل خط أحمر، ولكن نعم رسالتي حق المدمنين، نعم حق المتعاطين، نعم اللي توك يمكن فكرت أو توك على أول عتبة، أيه انتبه وتراجع وتوب لربك واستغفر، نعم 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 ورد لوضعك الطبيعي، نعم الصحيح في أسرتك ومجتمعك، لأن بلدك وأهلك محتاجينك أكثر تنمية. نعم أستاذ إيمان، أبي أتكلم عن إذا عندك شيء بتضيفينه، أبي أتكلم عن موضوع جوازية المحكمة أبو عبد الله. أستاذ إيمان، إيداع المدمن على جريمة تعاطي المخدرات، وأنا قلت جريمة تعاطي المخدرات، إذن هي جريمة، هل ممكن يبدلون العقوبة بإيداع في يعني وعلاجي مصحة نفسية إلى آخره، ويفكونه من 5 سنوات الحبس؟ وأستاذ، أول شيء بكمل على كلام حضرتك قبل شوي لما ذكرت عن الأب لما اضطر أنه يذبح ابنه المدمن، لكن أحيانا يصبح العكس، وهذا شفناها في الآونة الأخيرة في كثير من الجرائم، يمكن كان آخرها اللي قتل والدته وبسبب رغبته في الحصول على الأموال. فبالتالي إحنا اليوم يعني هذه تعتبر من أبعاد التعاطي، من أبعاد المخدرات. فلذلك إحنا لما نتكلم عن تبعات هذا الموضوع كثيرة، القانون الحين لما ذكر شنو موضوع الجزاءات والعقوبات في هذا الموضوع وموضوع المخدرات تحديدا، في لازم نفرق، يعني لازم نفرق إذا كان هذا الشخص اللي أمامنا هل هو متعاطي، هل هو متعاطي تاجر، هل هو تاجر مخدرات، هل هو مثلا مخصص سكنة، وهذا شفناها يمكن في الفترة الأخيرة، واحد مخصص مزرعته وآخر مخصص داخل بيته، وشلون مضبط الدنيا والإضاءات ورطوبة المكان لزراعة المواد المخدرة، فصل فيها القانون ويمكن أبحر في العقوبات فيها. لكن اليوم إحنا كل اللي حتى ظاهرة العنف اللي قاعد نشوفها بالشارع تعتبر من تبعات آفة المخدرات. فلذلك اليوم إحنا لو قبل ما نوصل لموضوع المخدرات وعقوباتها تحديدا، هناك جرائم مرتبطة فيها، إن كانت عنف أسري، ضرب، سب، قذف، من المتعاطي والناس اللي يعتقدون أني أنا أتعامل مع شخص سليم طبيعي. اليوم إحنا نقول أي موقف يمر عليك في الشارع ترفع ترفع، لأن أنت ما تعرف الشخص اللي أمامك شنو تاريخه، شنو مدى سلامة قواه العقلية، متعاطي، صاحي، مصاحي، هالأمور هذه كلها. فلذلك نلاقي من رحمة القانون أنه سمح أني أنا الشخص اللي أمامي إذا كان متعاطي أسمح بإيداعه، يعني مو شرط أن أنا أحكم عليه بالسجن، ولكن من المسموح للقضاء بسلطته التقديرية ووجدان الجنايات أنه أو قاضي الجنايات بأنه يسمح بإيداع المتعاطي لمركز علاج الإدمان. دائما احنا نقول ان هناك فترات مختلفة، يعني مثل ما ذكرنا شلون الواحد ممكن يروح مركز علاج الإدمان، احيانا يكون عن طريق حكم محكمة بإيداع لمركز علاج الإدمان، تختلف مدة الإيداع هذه، خلينا نقول من 2 إلى 2 سنوات، من 2 أو 3 شهور إلى 2 سنوات كحد أقصى. وسمح ايضا القانون ان خلاص نودعك مرتين فقط، بعد المرتين هذه خلاص لا يسمح القانون، راح يحكم عليك بالحبس. فلذلك لا تستسهلون بالموضوع، انت كمتعاطي، انت ممكن في البدايه تكون متعاطي، لكن ممكن يدخلونك على سالفه الاتجار شوي شوي، لان القصد الجنائي في حيازه المخدرات عندنا قانونا ان انا يكون المخدر بايدي، يعني يكون احدى القصد الجنائي احدى امرين، يا يعني يكون قصد جنائي خاص بالتعاطي ان انا ابي اتعاطى، وهذا يمكن ذكر بعمر انه 5 سنوات او 5000 دينار او احدى هاتين العقوبتين وحسب تقدير القضاء ايضا، عشان ممكن في بعض الاشخاص يقولون لا بس فلان ما نحكم عليه، لا احنا في شيء اسمه سلطه تقديريه للقاضي. بالضبط. الامر الاخر اللي هو اذا كان الحيازه اللي بايدي هذه لا بقصد الاتجار، واحيانا يكون الامرين، فالقانون ترى فصل، يعني هذا اللي سمعنا عنه بالأخبار اللي سخر بيته ليكون مكان معد ومخصص لزراعة المواد المخدرة، تاجر رسمي، وعقوبة الإعدام أيضا. بالضبط، وعقوبة الإعدام لا تستسهلون، إحنا صحيح عندنا شوي عقوبات الإعدام تطول شوي في تطبيقها، ولكن هناك عقوبات إعدام واضحة وصريحة. ذكرتيني في قصة مؤلمة بعد، كانت على هوا يمكن قبل 2.5 سنين، يمكن الشخص نفسه لا زال موجود يتابعنا الآن في اسأل القانون، هذا كان ضابط إطفاء في قوة الإطفاء، وهو شغله اليومي ينقذ الناس، وصارت ضجة بالسوشيال ميديا، يمكن ما شاء الله مشاهداتها وصلت 500,000. هذا الضابط
اتصلوا عليه عشان ينقذ زوجته وخدامته وأبنائه بسبب واحد مستهتر متعاطي طاف الإشارة الحمراء ودش على زوجته الله يرحمها وعياله الأثنين وخدامته. فكان يعني الآن قاعد أنقل معاناته، لأن أنا مطلوب مني بعد أيضا من المشرع الكويتي تغليظ العقوبة على هذا المدمن اللي يأخذ سنتين ولا 3 سنوات ويكون قتل غير عمد. هذا قتل عمد، أنت مجرد تعاطيك أصلا، أنا بفلسفتي القانونية أن هذا أنت أصلا أنت منتحر، أنت ناوي تقتل الناس. لذلك أيضا بعد المشرع الكويتي عليه دور أكبر بمواكبة يعني القوانين الدولية وتشديد العقوبات. ما يصير واحد يتعاطى ويروح ويطلع إشارة حمراء وهو فاقد من هالمواد الكيميكال والبلاوي، ويدش له بعائلة، ممكن زوجتي وممكن زوجتك، ممكن أهلك، ممكن أهلي إلى آخره. لذلك رسالتنا واضحة حق الأخوان في مجلس الأمة، إن شاء الله نشوف قريبا يا رب مزيد من القوانين والتشديد عليها في مجال هالآفة هذه. ما شاء الله سبقنا الوقت وداهمنا الوقت، وأدري أنتوا بعد يعني قاعدين تتشاغبون وودكم أن الموضوع يطول. مكملين في آفة المخدرات إن شاء الله في الحلقات القادمة، ولكن الوقت أزف. نشوفكم في الحلقة القادمة، تصبحون على خير، إلى اللقاء.